ازيكم؟ عمركم سمعتم عن المايكرو جرين؟ النهاردة هتكون أول مرة أكلمكم عن المايكرو جرين، وهتكون بذور دوار الشمس هي أول بذور هنجرب زراعتها بالطريقة دي، وهنتابع مع بعض نمو البذور لحد ما تبقى بالشكل ده، وهنعرف إيه الفايدة من زراعة البذور بطريقة المايكرو جرين وإيه المشاكل اللي ممكن تقابلنا. أنا محمد الخطيب ودي قناة شكلة. اولا هنحتاج بذور دوار الشمس، وطبعا بلاش تشتروها كبذور من المشاتل لانكم هتلاقوها غالية جدا. ممكن تشتروا كمية منها من اي مائلة، بس اهم حاجة تكون نية مش متحمصة. وهنحتاج علبة بلاستيك، ومش شرط نعمل لها فتحات تصريف، لكن لو مش هتعرف تسقب كمية مية مظبوطة والبذور هتعفن منك يفضل تعمل لها فتحات تصريف. وعلى فكرة تقدر تشتري العلبة دي بكميات من امازون او جوميا، اسمها اطباق مايكروويف بالمناسبة. هنملى نص العلبة باي تربة خفيفة، والتربة دي متكونة من بيرلايت وكوكو بيت ورمل، وممكن استخدم بيتموس او كوكو بيت لوحده، ومش شرط نهائي تكون متسمدة، لان الغرض من المايكرو جرين اننا نقطف في البادرات بتاعة البذور، والبادرات دي في الأصل بتستهلك الغذاء اللي موجود في البذرة نفسها. هنفرش التربة ونسويها كويس جدا، وبعدين نرطبها بكمية معتدلة من المية. بعدين هنفرش البذور بالتساوي على السطح، وهنا بعكس الزراعة العادية عادي جدا لو كترنا البذور، لأن هدفنا هو البادرات مش مستنيين النبات ينضج بشكل كامل. ومع البذور كبيرة الحجم زي دوار الشمس يفضل إننا نرش شوية تربة على السطح علشان نتأكد إن البذور كلها لمست تربة من كل ناحية. بعدين هنرطب البذور والتربة للمرة الأخيرة، وهنغطي العلبة علشان نحفظ الرطوبة. في النهاية هنحط العلبة في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة. وبعد 6 أيام هنلاحظ إن معظم البذور نبتت الحمد لله، وفي هنا فطر تكون على سطح التربة، وده بسبب الرطوبة وقلة التهوية لأننا مغطيين العلبة، بس هيختفي مع الوقت لما التربة يوصل لها هواء بشكل كافي. هنرش التربة بالمية وهنرجع العلبة تاني مكانها، والمرة دي هنسيب العلبة مفتوحة وبرضو بعيد عن أشعة الشمس علشان البادرات يحصل لها استطالة، وده شيء مطلوب جدا في المايكرو جرين. وبعد 4 أيام يعني بمجموع 10 أيام من زراعتنا للبذور هنلاقي البادرات حصل لها استطالة يعني سرولة، بس النبات لسه ما تخلصش من قشر البذور اللي عليه، وكمان الورق مصفر فمحتاج يتعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة. فهنحطه في مكان بيوصل له أشعة الشمس، وهنرطبه عن طريق الرش مرة أو مرتين يوميا حسب حالة التربة. وبعد 4 أيام يعني بمجموع 2 أسبوع من زراعتنا للبذور هنلاقي النبات وصل للحجم ده. ولو وصلت للمرحلة دي واستفدت ولو بمعلومة بسيطة، ما تنساش اللايك والاشتراك تشجيعا ليا اني اشرح زراعة نباتات تانية. البادرات بالحجم والعمر ده بقت جاهزة للقطف والاستهلاك، فهنقص البادرات من اخر الساق بتاعتها بالشكل ده. المايكرو جرين بيبقى غني جدا بالعناصر الغذائية زي الفيتامينات والمعادن، وغنية جدا بمضادات الأكسدة اللي بتحمينا من الإصابة بأمراض كتير، وكمان بتبطأ من آثار الشيخوخة، وبتكون فايدتها أعلى من البذور نفسها أو حتى من النبات الناضج، وبتبقى جميلة جدا لو اتضافت على السلطات أو ممكن تستخدمها كسناكس تاكلها وانت قاعد. أنا هدوق مايكرو جرين دوار الشمس أول مرة معاكم. طبعا ما ننساش نغسل البادرات كويس جدا قبل ما ناكلها. طعمها شبه بذور دوار الشمس وهي نية، الورقة بتاعتها سميكة وجميلة جدا. لا حلو، عجبني بصراحة. احط الباقي في الفريزر واكله مقرمش كده كسناكس وانا قاعد. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، واكتب في التعليقات عاوزني ازرع ايه بطريقة المايكرو جرين في الفيديو اللي جاي. سلام، وما تخليش حاجة تزعلك.